شاء الله ما شاء الله، ويش هذا التهذيب؟ قلب لا تقرع الجرس علشان تدخل؟ ما شاء الله ما شاء الله. ويش تبغين يا قنبلة؟ الداعي فليحة الغبيري من البحرين، وانا ولعن المطرزي من الدوحة، وانا اخوه، وانا مراته. نحنا ما نقرا صدام. ليش تلحقينا؟ وايش تريدي منا؟ ايش مطالبك؟ حنا نعرفك انك ذكيه وعندك هدف، وما تصيبينا غير الهدف. وحنا الهدف؟ فهمت عليكي، فهمت عليكي. صديقتنا الكملة ما تبغينا، انما تبغي شيء ثاني. وايش؟ تبغي هذا. ها؟ وتبغي هذا دولارات وقال البنزين، تريدين شيء آخر؟ مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. شرفتينا شرفتينا أنستينا. أيوه مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. والله قنبلة تبقى ذكية. إيه والله ذكية. وحنا نبقى والله. ويلي 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 يا ويلي. يا جريس يا عديلة يا فاي، انت معقد انه طاير ابو تشي بده يمرق من هال؟ معلوم يا بديوم. دخلك هيدا كيف شكله ابو تشي؟ هيدا طاير كبير ولو عرف ما بروق. وانت وين شفته؟ لو وين شفته بالعراء نزلوا في اللح مثل حكايتنا بالمعدلي مثل هاي، ولا يا ابو ديوب وعملوا له هجله ودفع له صدام حلويني. ان شاء الله يجي ابو تشي. لكن بيجي بيجي، امبارح مرقوا طيور البجع من هن على العراق، والله بين تكي وتكي بده يمشي وبده يجي طير الابو تشي. يعني اذا نزلناه بنطرق الجايزه يا جريس يا عديله؟ لك فكرك اني ليش محمس هاي؟ الله يبعتك يا ابو تشي، والله والله لا توخك براسك يا ابو تشي. ستارز يمرق من فامينا. دخلك هيدا كيف صوته يا جريس؟ يا ربي يا ربي دخلك عشان طاير هيدا. يا جريس شوفي يا جريس. لك شوفي. شفت شي؟ لا وين؟ حوليك في طاير غريب عم يتحرك، عد له موطى شوي. والله موطى كتير. معقول يكون ابو تشي؟ والله معقولة يا ابو ديوب معقولة، لانه بقولوا طير الابوتشي بيمشي ارض ارض والكون. لكن هيدا هو. يلا يا جريس يا عديل اندفوا. لك نزل يا ابو ديوب، نزل نزل طير الابوتشي بارضه يا ابو ديوب. سمعتوا كيف صرخ؟ روح لشوف روح. يا بديوب يا بديوب. ما طلعتش ابو تشي وزفت؟ ما له ابو تشي؟ لا قتلتوني يا جريس. شوف هاي يا عديلي يا مجنون، هايدي ام تشي. ام تشي؟ ايه انتاي. يلا عجل عجل ناخذها ونروح لعند صدام، بركي بيطلع لنا جايزة تردية. ويلي ويلي ونزلنا أم تشي، بكرة دورك يا أبو تشي. ونزلنا أم تشي، بكرة دورك يا أبو تشي. الوطن ربنا نخلص أعزائنا تشهدين، لقائنا مع الخواجة جورج بوش وقلنا ليزر الرز. ست غوندو انتو منين اصلكم بيت الرز؟ بيت الرز اصلنا من مين سألك انت خواجة بوش؟ انا منسأل غوندو. ما انا ناطق باسمع، انا تم ماي بوش داوي ثانك يو. بسم الله اش في انوسي بصوتي. اي لوف يو. طيب خواجة بوش مش مقصر عليكم قصة التفجيرة والمطاعم الأمريكية بلبنان؟ مأشر علينا. مأشر عليكم. كيف شكلها عمي؟ ما الهامبرك شغلكم؟ شغلنا؟ مجنونة. لحمة الهامبرجر عندكم كلها من مسلخ الكارنتينا، والخبز من أفرانكم،
والخردل خردلكن، والبندورة بندورتكن، والشغيلة شغيلتكن، والأكيلة أكيلتكن، والضحايا من بلدكن، ونحن علينا ما في شي بيعلي. صحيح قال كان في واحد من أعداء الهامبركل ام حط سم دمار يعني بهامبركل هونك مطعم طيئزيكن. تاني يوم كان دفن امه وبي وخي واخته وابن عمه وبنت خاله من الهامبركل المسموم يعني. خبروني في واحد حرق سيارته لانه امريكاني. بده يكون مكسور علي شي 20 سنه ما كان هيك بيطلعوا اغلى من حقه. شفيقه بتعرفي دارلينج شو عم يزعجنا اكثر شي بهالحركات اللي عم بتصير؟ ايش؟ انو بيشتروا التي ان تي من عنا تا يفجروا الهامبرجر، عالقليل يفجروا بشي سلاح بلدي. شغلكن فكرك يطرقولوا شي زيتون وحمص ويمشي بتفجير يطلع لك كلهم. جوندا شو رايك نفل دارلين الحقيني؟ يا ربي وعنا بلبنان والكل في جندليزة وبتجر وراها كل الكبار تقربنا لازم هايك هايك هايك. يا ربي يا ربي هايك هايك. ويلي 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 يا ويلي. مخرج انه منطق يعني فيديو كليب بلا بنات عيب. ما في شي راكب عشي اي واي صار بدي احكي كل شي اي واي طب كلاكيشك وامشي ولا السلس النايلون وتدلع يا عارس وعوز بتنايلون تدلع يا عارس وعوز بتنايلون طلع قرار التسكير النايلون وتدلع يا عارس وعروستك نايلون تدلع يا عارس وعروستك نايلون. ونيابات الفنانين اي واي صاروا بحدود العشرين اي واي فرفطيهم شرزمين ولا السلس النايلون وتدلع يا عارس وعروستك نايلون تدلع يا عارس وعروستك نايلون. لايك هاي واي والوزارة بدها هيك واللس اللس النايلون وتدلع يا عارس وعروستك نايلون تدلع يا عارس وعروستك نايلون. كلن عم بيقولوا الوزارة بدها هيك. صارت بثلاثة وعشرين هاي واي حق صفيحة البنزين هاي واي ان شاء الله ما تصير بخمسين واللس اللس النايلون وتدلع الطيارة ولا سلس النايلون وتدلع يا عارس وعروستك نايلون وتدلع يا عارس وعروستك نايلون. ايه من شي جمعة وقفت السيارة كل النهار جيت احاسب تركت لهم اياها وفلعت. واشارات السوليدير اي واي وضعت لتنظيم السير اي واي صفاي جد المير ولا سلس النايلون وتدلع يا عارس وعروستك نايلون راسي مش عم بتفوت